بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مشاهدينا الأعزاء، أوفياء قناة عمو يزيد أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك كريم. نلتقي اليوم في مسابقة شيقة أبطالها صغار حفظة القرآن الكريم الذين جاءونا من مختلف المدارس القرآنية حتى يشاركوا ويتنافسوا في مسابقة عنوانها القارئ الناشئ، المسابقة التي سترافقكم طيلة شهر رمضان المعظم. مشاهدينا الأعزاء، نلتقي في هذه الساعة المباركة حتى نشهد جهود أبنائنا الأعزاء في حفظ وتلاوة كلام الله عز وجل. في هذه المسابقة سنبدأ رحلة مع كلام الله عز وجل، رحلة ملؤها التأمل والتدبر، رحلة سنبني من خلالها جسرا بيننا وبين كلام الله عز وجل. بداية دعوني أرحب بأعضاء لجنة مسابقة القارئ الناشئ. معنا الشيخ عبد الباسط الجزائري، رئيس لجنة تحكيم المسابقة، أهلا وسهلا بك معنا. أهلاً فضيلة السلام. الشيخ معه الشيخ بلال سويسي عضوا، أهلا وسهلا بك معنا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا. ومعهم الشيخ عبد الوهاب بن رابح عضوا، أهلا وسهلا بك معنا فضيلة الشيخ. نبدأ مع رئيس لجنة التحكيم الشيخ عبد الباسط الجزائري في كلمة افتتاحية وبعض التفاصيل عن هذه المسابقة. بارك الله فيك وفتح الله عليك، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يوفقكم أبنائي وأعزائي المشاهدين. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما. نسأله سبحانه وتعالى ونحن في ليلة من ليالي رمضان، نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا المجلس. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم أبنائي وأعزائي المشاهدين، وأن ينفع بكم إن شاء الله تعالى. هذا المجلس الطيب الذي يتسابق فيه الأطفال والأبناء على حفظ كتاب الله عز وجل تجويدا وترتيلا وفهما إن شاء الله تعالى، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فخير الناس هو الذي يتعلم كتاب الله عز وجل، وخير الناس كذلك الذي يعلم الناس. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين. قيل: من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ربي سبحانه وتعالى عنده أهل، فقال الصحابة الكرام: من هم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أهل القرآن. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فأنتم أبنائي، ونحن إن شاء الله تعالى من أهل الله سبحانه وتعالى وخاصته. وكذلك عندما يدخل تالي القرآن الكريم والذي يجود القرآن الكريم ويقرأه في الدنيا، عندما يدخل الجنة يناديه مناد يقول: اصعد في درجات الجنة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت ترتلها. فالقرآن الكريم فيه 6236 آية، والجنة فيها 8 درجات، لكن حسب هذا الحديث أن هناك درجات كثيرة في الجنة،
درجات كثيرة. فتالي القرآن الكريم الآية التي كان يقرأها تكون إن شاء الله تعالى درجته ومنزله يوم القيامة. المهم في هذه الجلسات وهذه المسابقات الاعتناء بتعليم أبنائنا صغارا وكبارا، وهو من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية. ويقول العلامة الفقيه أبو زيد القيرواني رحمه الله في شأن تعليم الأطفال: اعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. يعني براءة الطفل وبراءة قلبه وصفائه فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذا القلب الصافي قلب الطفل ما لم يسبق إليه الشر أو المعاصي والذنوب فهي أوعى للخير وأولى ما عني به الناصحون وأهل العلم. وقالوا كذلك عن تعليم الابن، قالوا: علم ابنك القرآن، والقرآن يعلمه كل شيء. فعندما تحفظ وليدك أيها الولي، وليدك لما تحفظ كتاب الله، كتاب الله يعلمه. وقيل للحسن البصري رحمه الله: إن فلان يحفظ القرآن الكريم. قال لهم: بل قولوا إن القرآن الكريم هو الذي يحفظه، القرآن الكريم هو الذي يحفظه. ومن، وقال الإمام القرطبي: من قرأ القرآن متع، يعني يصبح إنسان ماتع بهذه التلاوة. لماذا اخترنا عنوان هذه الحصة وهذه المسابقة القارئ الناشئ؟ لأنها مأخوذة من حصة كانت في قناة عمو يزيد تي في تعرض يعني أكثر من سنة، هي حصة عنوانها أو برنامج عنوانه يا نشأ يا نشأ. ومن أين جاءت كلمة يا نشأ؟ جاءت من ماذا؟ جاءت من يا نشأ أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب، قول ابن باديس رحمه الله. نشأ: يا نشأ أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب، خذ للحياة سلاحها وخذ الخطوبة ولا تهب. ثم نأتي إلى التنقيط، يعني كيف تجري هذه المسابقة. وضعنا تنقيط كالتالي: أولا، هناك 5 نقاط على أحكام التجويد، وكذلك 5 نقاط على المخارج والصفات، كذلك الأداء، يعني أي مرتبة في تتبع الحضر أم التدوير أم التحقيق، فهذه عليها 5 نقاط، كذلك الأداء عليه 5 نقاط، الصوت والمقامات كذلك عليها 5 نقاط، مجموع 20 نقطة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقكم إن شاء الله تعالى. تفضل. بارك أخي الله في الشيخ عبد الباسط الجزائري على هذه الكلمات الطيبة، نفعنا الله بها وجعلها في ميزان حسناته. مشاهدينا الأكارم، خير ما نفتتح به جلستنا هذه تلاوة طيبة تشنف بها أسماعنا، ضيفة شرفنا لهذه الليلة الحافظة الطالبة شهرزاد هلايلي، فلتتفضل مشكورة مأجورة. تفضلي اسمعينا من مما فتح الله عليك بعض الآيات في دقيقتين أو 3 إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي
استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم. شيخ عبد الباسط إليك الكلمة. ما شاء الله بنيتي بارك الله فيك، قراءة ماتعة وجيدة، وعلى رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق بتوسط البدل، وتوسط البدل يحتاج إلى نفس، وأنت استطعت كيف تتكيفين مع طول المد؟ الحمد لله. وهذا يعود للتجربة، التجربة والتحكم في رفع الصوت وخفضه، والتحكم في النفس الذي يخرج من الرئتين، وهكذا تستطيعين أن تأتي بالآيات الطويلات. نعم. بارك الله فيك. فيك بركة. جزاك الله خير. مشاهدينا الأفاضل، دون إطالة عليكم، نشرع بحول الله وقوته في استدعاء المترشح الأول لمسابقة القارئ الناشئ. أدعو الطالبة نجاة لعوبي فلتتفضل، مشكورة مأجورة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمي نجاة إحسان لقبي لعوبي، عمري 13 سنة، أدرس بالسنة الثالثة متوسط بمتوسطة عرباجي عبد الرحمن. أول من شجعني ورافقني في بداية مشواري لحفظ القرآن وترتيله والدي. أثر القرآن الكريم في حياتي تأثيرا إيجابيا، فقد استطعت أن أتحصل على مراتب عليا من خلال حفظي للقرآن الكريم، فقد ساعدني في حياتي وفي مستواي الدراسي كثيرا. الطريقة التي أحفظ بها القرآن الكريم هي أن أستمع للآية وأفهم معانيها حتى يكون الحفظ سهلا علي، وبذلك أستطيع أن أحفظها بكل سهولة
بكل سهولة. قبل لقاء لجنة التحكيم شعوري جيد جدا وأنا في غاية السعادة، لأنني بواسطة والد بفضل والدي استطعت أن أصل إلى هذه المرتبة وهذه المكانة وإلى لقاء هذه اللجنة، كما أتمنى أن أتحصل على مراتب عليا وأن أكمل هذا المشوار. بهذه المناسبة سأتلو عليكم سورة النبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لنخرج به حبا ونباتا، وجناتنا الفافا، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتاتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا. بارك الله في الطالبة نجاة لعوبي على هذه التلاوة الطيبة، والآن مع فضيلة الشيخ بلال سويسي لإعطاء ملاحظاته وانطباعاته على هذه التلاوة. تفضل فضيلة الشيخ. فضلكم أخي أيوب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، على العموم قراءة الطالبة والبنت نجاة لعوبي قراءة جيدة، خاصة مع سنها لا بأس بها، إلا أن قراءتها لا تخلو من بعض النقاط التي سنبينها ولا تنقص من قراءتها شيئا، إلا أنها ستأخذها بعين الاعتبار هي وزميلاتها وكذلك بعض المشاهدين. مثلا كانت تقرأ تقريبا من أنفها، والأنف ليس مخرجا لهذه الحروف، الأنف مخرج لشيء واحد وهي الغنة، كما قال ابن الجزري في المقدمة: وغنة مخرجها الخيشوم. فينبغي للإنسان أن يخرج الحروف من مخارجها، فهذا أول شيء. كذلك في مد العوض، مد العوض كانت تمده تقريبا أكثر من حقه، وهو حركتين، مثلا تقول
إن يوم الفصل كان ميقاتا، مش ميقاتا. هذا شيء. وكذلك مثلا مما يحسب لها، وهذا جيد، فبعض القراء قد يفوقها سنا أكبر منها، يقع في هذا الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس، اللام مع النون تقريب قرب المخرج فيدغمها، يقول وجعلنا النهار معاشا، كما قال ابن الجزري في الجزرية في المقدمة، قال واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا. فقالت وجعلنا، يعني هذا شيء يحسب لها في أحكام التجويد، مشكورة على ذلك. بعض أيضا حرف العاء، يا لعوبي ولك في اسمك حرف العين، يعني لا يظهر مثلا، خاصة عندما يكون ساكنا فكأنه لا يظهر، لابد أن يظهر من مخرجه. كذلك في باب سيرت الجبال، قالوا وسيرت، ورش من طريق الأزرق، ينبغي أن ترقق. نعم، الأولى أخطأت ثم صححتها، معصيراتي ما شاء الله. الثانية سيرتي، قلت سير را، وفي الأزرق سيرت الجبال ولم تصححها. على العموم جزاك الله خيرا، قراءة جيدة، بارك الله فيك. بارك الله في الشيخ بلال على هذه الملاحظات البناءة، جعلها الله في ميزان حسناته. الآن مع الشيخ عبد الوهاب برابح خبير المقامات حتى يطلعنا على آرائه وانطباعاته، تفضل فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب بالمشايخ ورحب بالطلبة الكرام. يعني تلاوة على العموم تلاوة جميلة، كانت تقرأ على مقام الكرد، لكن في تنبيه فقط، يعني في طريقة الجلوس كانت يعني محنات، يعني قليلة، يعني لا هكذا لا يكون تنفس جيد. هذا يؤثر على، نعم يؤثر على التنفس. وكانت تتنفس يعني من الفم، ومما المفروض يعني نتنفس يعني طريقة التنفس الصحيحة من الأنف حتى تمتلئ الرئتين، ويكون تنفس كامل. نعم، يعني نعم كانت تقع في النشاز، والنشاز يعني تخرج تماما على درجة يعني الصوتية، يعني ما يسمونها القفلة، يعني لا تصل القفلة مع المقام، تخرج فقط قليلا على المقام، لكن تلاوة ما شاء الله. نعم، بارك الله فيك الشيخ عبد الوهاب الرابح على هذه الملاحظات. الشيخ عبد البسط. في الحقيقة يعني أو في العموم يعني قراءة جيدة، والشيء الذي أعجبني أنها تتحكم في الوقف والابتداء، يعني تحسن الابتداء، وهذا شيء جميل، لأن القرآن الكريم يحتاج إلى كما نسب هذا القول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، الترتيل هو معرفة الوقوف وتجويد الحروف، فبالتالي أنت تحسنين الوقف والابتداء، شيء جيد، وهذا الذي يهم في كتاب الله عز وجل، لأن الوقف والابتداء هو الذي يكون به المعنى تاما أو ناقصا. ثم أنك تستطيعين أن تكملي الآية، ولكن تجدين نفسك يعني في اختناق، يذهب عنك النفس، لماذا؟ لأنك لا تتحكمين فيه، لابد أن تتزودي بالنفس قبل قراءة الآية، ثم تعطين هذا النفس يعني شيء قليل، ما تمديهش كله، مثلا سمعتك في حرف الهاء افتحت الفم تاعك راح كل النفس، فبالتالي لابد أن تتحكمي في نفسي، وهذه قراءة جيدة، يعني عندك مستقبل إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك شيخ على هذه المعلومات القيمة. واليوم معنا الآن طالبة يعني برعومة صغيرة، تفضلي ابنتي، ما اسمك؟ ألا ماريا بعسنون. كم عمرك؟ خمس سنوات. كم بارك الله، كم تحفظين من القرآن؟ شوية صور
ما تيسر قولي ما تيسر يعني بارك الله في والديك وإن شاء الله أنا تقدري تعطينا تلاوة أي موضع تحفظينه من القرآن قرأينا أعطينا سورة الكوثر سورة ابدأي بسم الله الرحمن الرحيم يعني حاولي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبصر ما شاء الله بارك الله فيك ما شاء الله ربي يبارك في الوالدين كريمين زيدي سورة صغيرة إذا جاء نصر الله والفتح هاي أقرأ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان ثوابا ما شاء الله أحسنتي الحاجة الصغيرة أحسنتي ذكرنا باسمك السيد ما اسمك مش اسمك آلاء مريم العصر يا آلاء ركي ما شاء الله بس ما شاء الله يبارك شكون اللي قريك شيخ أيوب ما شاء الله إنه هنا الله يبارك ما شاء الله بارك الله فيك أحسنتي والآن ننتقل إلى المتسابق الموالي أدعو المترشح ريان تيمولي فليتفضل مشكورا مأجورا أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اسمي تيمولي محمد ريان أحفظ من الكتاب الكريم 28 حزبا عمري 13 سنة تحصلت على معدل دراسي 15 في البداية كانت صعبة ولكن عندما تتقن القراءة تأتيك سهلة شجعني في البداية أمي وأبي اللذان كانا ينصحاني إلى أن أحفظ القرآن وأيضا دعمني الشيخ عبد الحاكم قشطوري أضف إلي حفظ القرآن الكريم لأنه يساعدني في الدراسة يجب أن أختصر وقتا للدراسة وأختصر وقتا للقرآن الكريم الطريقة التي أحفظ بها القرآن هي ورش سمعت كثيرا من القرآن ومن بينهم الأقرب إلى قلبي هو الشيخ ياسر الدوساري اليوم بإذن الله تعالى سأقرأ آيات من سورة الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم
هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. بارك الله في الطالب تيمولي ريان على هذه التلاوة الطيبة. والآن مع أعضاء لجنة التحكيم أبدأ مع الشيخ عبد الوهاب بن رابح لإعطاء ملاحظاته وتقييماته. تفضل معنا فضيلة الشيخ. زيد فضلك شيخ ربي يبارك فيك. يعني تلاوة على العموم يعني جيدة، يعني هو كان يقرأ بمرتبة التدوير، لكن يعني الطبقة الصوتية لم تكن مستقرة في مكانها، كان هو يقرأ على مقام البياتي لكن لم أفضل لو بسم الله الرحمن الرحيم أفضل كان. هو كان يقرأ الحمد لله رب العالمين، هذا هو مقام بياتي، يعني كان يقرأ على مقام بياتي لكن لم يعطي المقام حقه، يعني هو كان لا يتنفس جيدا، يعني لا يؤدي جيدا، ونبهنا عليها من قبل. هذه يعني نعم. بارك الله فيك الشيخ عبد الوهاب الرابح على هذه الملاحظات. ننتقل إلى الشيخ عبد الباسط الجزائري. يعني في الحقيقة قراءة لا بأس بها، ويستطيع أن يتعلم أحسن وأن يجيد هذه القراءة، ولكنني أرى فيها أنه يريد أن ينتهي من القراءة، كان مستعجلا وكان لا يعطي المدود حقها، المدود لا يعطيها حقها، فهذا من جانب. ومن جانب أنك لا تعطي الوقف حقه، لما تتوقف تبدأ مباشرة وكأنك تستعمل السكت، فهمت؟ كأنك تسكت، لأن السكت يختلف عن الوقف. الوقف هو التوقف لما تتوقف تبقى زمن باش تستأنف القراءة، هناك زمن يسير، ولكن السكت هو أنك لا تعيد النفس مباشرة، كأنك يعني تريد أن تنتهي من هذا الامتحان، وكأنك تحمل حملا عظيما باش تقرأ القرآن بتأني وبطمأنينة بالعقل، حتى تتحكم في النفس، تتحكم في الصوت، تتحكم في الوقف، في الابتداء، يعني أنت اللي تتحكم في نفسك. أما أنك وقت تسمعون توما، أما أنك تزرب به تتخلص من الامتحان، مثل هذاك اللي في الامتحان، في سواء في الثانوي أو الباك أو الجامعة أو كذا، يزرب يخرج هو الأول. لا، لابد أن لك مستقبل إن شاء الله. نعم، بارك الله فيك الشيخ عبد الباسط الجزائري. الآن مع الشيخ بلال سويسي. نعم، ما نقوله للطالب ريان نقوله لغيره من المتسابقين، وخاصة من سبقه. أما من لم يزل لم يقرأ بعد قد يستفيد من هذه الملاحظات ولا يقع فيها، فهذه الملاحظات التي نقولها لريان خذوها بعين الاعتبار، وكذلك المشاهد والأطفال من خلف الشاشة الأفضل لهن ولهم أن يأخذوا مصحف ويتابعوا مع القراء كي يستفيدوا من هذه الملاحظات التي نقولها ونكررها، لا تنقص من القارئ إن شاء الله، ولكن تزيده إن شاء الله تفوقا وأداء. على العموم ريان كانت قراءته لا بأس بها، إلا أنها كثيرة الأخطاء نوعا ما، مثلا في قوله لا يستنقذه منه، الإخفاء لم يظهر هنا، كأنه إظهار بغنى حق قدره والأرض،
حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض. ما الطبيعي؟ ها الصلة صغرى حركتين فقط، لا يمد أربع حركات أو غيرها. والله سميع بصير، حرف الصاد مفخم نعم، ولكن انقلب على الباء التي قبلها سميع بصير، لا الباء حرف مستفال، سميع ب سميع بصير. كذلك واعتصموا، وكذلك في قوله والله و تقول الواو يخرج من شفتين بضم الشفتين يعني و مستفال مش والله والله و. كذلك في على الناس على لا الغنة مقدارها حركتين. شكرا. نعم بارك الله فيك شيخ بلال على هذه الكلمات. أعزائنا المشاهدين وصلنا لنهاية الجزء الأول من تصفيات اليوم، نلتقي في الحلقة المقبلة إن كان في العمر بقية. دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.